يقول: هل يجوز دفع الزكاة لرجل عليه دين بسبب الدعوة كأجور؟ هل يجوز دفع الزكاة لرجل عليه دين بسبب أمور الدعوة كأجور شقق طلبة العلم وأجور باصات أهل العلم شراء سيارات للدعوة؟ ما دام أنه عليه دين وعاجز عن تسديده ومطالب به فساعده، ولا تنظر لسبب الدين، ما تنظر لسبب الدين، انظر لأنه مدين ومعسر، أعنه من الزكاة لا بأس. نعم.